هو طبعا انا مبسوط بموضوع النقابة دوت، بس اتمنى ان الموضوع يجمع على خير ان شاء الله ونكمله وربنا يوفقنا ان شاء الله. السلام عليكم. اعرفكم بنفسي الاول، مهندس محمد عميره في المركز الدولي للتكييف بطنطا. طبعا شرف ليا ان ابقى قاعد في وسط زملاء ما اعرفش هو معظمهم، بس هي نقطه في حضرتك. اول حاجه بعد اذن معاليك احنا كل واحد فيه 3 دقايق. انا هاخد 3 دقايق بتوع ايه؟ زمايلي بقى 12 دقيقه. بص حضرتك، هي القضيه مش 3 دقايق، القضيه ان احنا نوصل معلومه ونقول وتبقى واصله. حضرتك انا عاوز ايه من النقابه؟ انا ايه اللي بحتاجه من النقابه؟ انا كمحمد عميره مش نقابه. عشان انا ابقى منتمي للنقابه لازم اكون انا الاول مستفيد وبعد كده افيد ايه؟ الزملاء. انا عاوز، انا الحمد لله عندي شركتي شغال كويس، ولادي مدارس اجنبيه ال الكلام ده انا قلته قبل كده في اجتماع شرب مع استاذ محي العربي، قلت له صراحه، قلت له انا النهارده لو ابني تعب لا قدر الله هدخله احسن مستشفى، اقدر اسفره بره يتعالج على حسابي. لكن انا لو حصلت حادثه ومت ولادي هيشحتوا. انا عاوز كده من النقابه، عاوز النقابه تديني الامان لاولادي. طول ما انا عايش وبصحتي اقدر احمي اولادي واصرف عليهم، مش محتاج حاجه من النقابه. ادي النقابه لكن ما ايه؟ مش محتاج منها حاجه. طيب انا لو مت، هل النقابه تقدر تعيش ولادي وتصرف على ولادي بمعاش محترم؟ هو ده السؤال. السؤال الثاني، انا مش عاوز من النقابه انها، وبرضه انا بتكلم بصراحه ويا رب النقطه ايه تقبلوني. انا كنت بشتغل في شركه قبل ما ابقى صاحب شركه. يعني كنت فني في شركه قبل ما ابقى صاحب شركه. وكلمه فني اللي انا عليها مش ان انا معايا دبلوم او اعداديه، لا، المهندس في شركه فني والدبلوم فني واعداد فنيين فني، كلنا فنيين. وانا بتشرف ان انا صنايعي بعرف يعني ايه وقفت على السلم ركبت كاسه كبير، ده مبدا معايا حضرتك. فمفيش فيها كلنا سواسيه ما دام زملاء. معظم الاخوه اللي هنا لو كانوا شغالين في الشركات بكره ان شاء الله اصحاب شركات. يبقى اما انا النهارده افكر اعمل نقابه، افكر اعمل نقابه. انا النهارده شغال في شركه بكره هبقى صاحب شركه. انا النهارده مسؤول من صاحب شركه بكره هبقى مسؤول عن ناس شباب اصغر مني. يبقى ايه دلوقتي؟ حضرتك قلتوا النقابه الطالب بحقوق العاملين. دايما اي نقابه، انا عضو نقابه المهندسين. نقابه الاطباء لما وقف قدام وزاره الصحه، وزير الصحه قال له ايه؟ عظيم بدل الاطباء ايه؟ عادي ومرتبات ول ول ول. يبقى اذا في حاجتين النقابه بتعملها. في واحد بيطلب حق من واحد مطلوب منه الحق. طيب السؤال هنا، هل النقابه هتتعمل علشان الفنيين اللي في الشركات؟ كلمة فني اتفقنا خلاص، المهندس متنازل. حتى لو دكتور مهندس. هل النقابة عشان الايه؟ اللي بيشتغلوا في الشركات يطالبوا أصحاب الشركات معايا يأمنوا عليهم؟ ده رقم واحد. أي حد عنده شركة مأمن على النص والنص لا. طب كمان سؤال، دلوقتي أنا مأمن على الناس اللي عندي، طب ما أرجو إن أنتوا تقبلوا كلامي واضح وإيه؟ ونبقى مع بعض عشان نوصل. اول حاجه انا اول عضو داخل في النقابه معاكم، عشان مثلا الايه الماده معروف معاكم. النهارده انا مامن على الناس اللي عندي. هل انا لما بدل الراجل اللي عندي 1000 ونص في الشهر زائد الحوافز ولي 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 بامن عليه في التامينات انه بياخد 1000 ونص؟ ابقى كذاب لو قلت لان عشان ادفع له 1000 ونص هدفع 40% من ال 1000 ونص دول التامينات ويزادوا الشهر ده. أنا كنت بدفع 1300 جنيه تأمينات شهرية للناس اللي عندي، الشهر ده زادت 300%. في ناس قعدوا عندي فوق ال 20 سنة وتعبوا، فقالوا بقى إيه؟ هنسيب الشغل، لسه شغالين بالشهرين، قلت لهم تأميناتكم ماشية لغاية سن 60. اضطريت آسفًا إن أنا أرفضهم الشهر ده، هما سابوني وخلاص مشوا ومأمن عليهم كل حاجة، بس قلت الراجل بقى له 20 سنة، إيه يعني لما يقعد 5 سنين معايا؟ لقيت التكلفة عليا عليت، لأن الدولة رفعت التأمينات، واللي ما يعرفش كده أنا بقول لك أهو، أنا دفعت الشهر ده 3 أضعاف اللي ببعته بدفعه قبل كده. طيب، يبقى هنا السؤال،
لازم لما نيجي نعمل النقابه، وانا بقول لك انا ايه اول عضو يشرفني ان اكون معاكم فيها، لازم اهم نقطه نحافظ على العلاقه بين المالك وايه صاحب الشركه والعاملين معاه، لان صاحب الشركه بدون العاملين ملوش لازمه. انا ولا ساعه اهو، انا لو الناس اللي عندي غابوا يوم اقعد في البيت ونادم، لان هم الاساس. بس كل واحد عليه مسؤوليته، كل واحد له حق، كل واحد له واجب. ده رقم واحد لازم نحطه في الاعتبار. انت عايز عامل نقابه لاصحاب الشركات والعاملين بها، اي من يمتهن. السؤال الثاني المهم، مين اللي هيخش النقابه؟ هل اللي هيخش النقابه اللي مكتوب في الطاقه وفاهم ايه تكليف ذكيك، ولا اي واحد هيخش النقابه؟ ما ينفعش. لازم يكون متامن عليه. طب الناس اللي مش متامن عليهم ومكتوب دبلوم تجاره او دبلوم زراعه او هيخش النقابه ازاي؟ ده رقم واحد. طب صاحب الشركه هيخش النقابه هيجيبك سجل تجاره بطاقه ضريبيه. طب الفني اللي مش متامن عليه في الشركات هيخش ازاي؟ ده لازم يكون تجاوبونا على اسئله زي ده. النقطه الثانيه، النقابه، وانا بقول لحضرتك عضو في نقابه المهندسين، لازم اعمل كالاتي: عشان يدوني معاش لازم اخش في صندوق التكافل، ادي صندوق. عشان اتعالج رعايه صحيه لازم اخش صندوق الرعايه الصحيه، ادفع هنا وادفع هنا. علشان اخش اطلع على رحله لازم اخش في صندوق الرحلات. 13 صندوق لازم ادفع فيهم كلهم. انا كصاحب شركه ودخلي كويس ما قدرتش اخش في ولا صندوق دول ولا صندوق واحد بس التكافل. ليه؟ لان انا خايف لو مت في حادثه لا قدر الله، وبص وكاش داير على الكل، ولادي ما يشحتوش. طيب النقابه لازم تفكر في دي. طيب هل صندوق التكافل اللي احنا هنعمله في النقابه، الصندوق ده هيلف الطلبات كلها؟ طب هل هيبقى شرايح؟ بمعنى احنا الباشمهندس قال المهندس محمد سند لما مات كلها اتحركنا. لا، مع احترامي المهندس محمد سند الله يرحمه وربنا يرحم الجميع، في قبل محمد سند مات كتير ما حدش اتحرك، لان محمد سند معروف. انا عاوز النقابه تتحرك للفني اللي بيبوس كل يوم وبيقف بيقع مع السلم كل يوم وبيتكهرب كل يوم قبل صاحب الشركه. ليه؟ مش معنى عشان صاحب الشركه ده اللي حرك الدنيا، لا. انا يهمني الفني الاول، بس يهمني في نفس الوقت الفني اللي بيشتغل عندي واللي هيبقى بكره صاحب شركه. انا الحمد لله بفضل الله كنت رابع شركه في طنطا فاتح، النهارده في 165 شركه، من ضمنهم 20 شركه كانوا بيشتغلوا معايا وبقى اصحاب شركات زملاء. بنقعد مع بعض على ترابيزه، مش عيب ولا حاجه، بالعكس ده شرف. وانا قبل كده كنت برضه شغال وفتحت، وكلنا كده. فالنقطه اللي عاوز اوصلها لسعادتك ايه هي؟ انا هتديني كام لما اموت؟ مين هيصرف على اولادي وهياخدوا معاش قد ايه معايا عشان يعيشوا حياه محترمه كريمه؟ لو الراجل اللي بيشتغل معايا حصلت له حادثه، مفيش واحد شركه في مصر كلها ما حصلش عنده حوادث، بنشيله وبيجري. لسه الباشمهندس محمد اهو، الراجل اللي عنده هو من طنطا زميل من الشرقيه، حصلت له حادثه 8 اشهر قاعد في البيت، علاجه وانه ده واجب عليه، مش تكرم منه. الراجل وقع وهو بيعمل له شغل. ليه؟ لان المفترض اي واحد صاحب شركه بيعامل الراجل اللي عنده زي ما بيعامل ابنه ومراته وايه مش اخوه، اخوه مش ملوش دعوه بيه، ده ابنه. ف كلنا معرضين لكده. طيب انا النهارده انا عندي والحوادث بتتدرج، واحد صابعه انكسر لواحد بيدشدش، النقابه هتعمل ايه؟ انا هقول لحضرتك النقابه هتعمل ايه؟ النقابة هتحط، وكلامي ده مبني على نقابة المهندسين ما بتكلمش عليه. مبني على ايه؟ بتتحط ايه؟ العلاج 40% من العلاج. طب 40% من العلاج في شركة وربنا يبارك للجميع يقدر ياخد الراجل بتاعه ويسافره بره ويجيبه تاني ويعالجه من غير ما يصرف جنيه. طب ما في شركة تانية زي حالاتي كده، احنا شغالين يوم بيوم، السنة دي كانت سنة سيئة، في ناس كتير تعبت. ما اقدرش اعالج الراجل اللي عندي اكتر من اسبوعين ثلاثه في مستشفى محترم. طب النقابه هتعمل ايه؟ يبقى اذا لازم يبقى في حاجات تحطها في الحسبان. ايه هي؟ ربنا يبارك زي المهندس محمد حلمي بن اير، الراجل عنده هيسافروا امريكا. طب واحد زي حالات الراجل اللي عنده هوديه فين؟ هيقعد في مستشفى خاص اسبوعين، ولو طول هاخده على مستشفى جامعه عندي
ابو بلاش احطه هناك، ولو قدرت اديله ابعته البيت مرتب يبقى انا كده ايه؟ يعني كتر كده. انا اسف للاطاله، ده جزء من كامل.